يلا يلا شوف. عادة نادية أنت واحدة من اللي تعرضن إلى التنمر، قد يأتي بأذهان البعض بسبب الشكل، ستايل، أنت ظهرتي للمجتمع بجرأة، وهذه الجرأة تحتاج لها إلى امرأة شجاعة حتى تواجه وتدافع. كيف واجهتي هذا التنمر؟ وكيف اليوم أنت مع فترة من الخبرة، فترة من المواجهات؟ شوف، أنا من أنا وصغيرة أنا أهلي علموني أو انطوني إن القوة والشجاعة، يعني من أنا وصغيرة متربية على هذا الشيء، إن عندي قوة وشجاعة واجه كل شيء. زين، سواء أنت، ما دام أنا أعرف نفسي وأني منه وأنت منه، أو تحكي علي ما تحكي، ما راح يقدم أو ولا يأخر عندي. أوكي، أنت صير أحسن من يمي، أنت دا تحكي علي صير أحسن من يمي. ودائما ماكو شخص يعني مثلا زين يحكي على شخص إلا تلقى الإنسان الفارغ. فأكو شيء يقول يعني الأواني الفارغة دائما تحدث يعني ضجيج أكثر من الأواني الممتلئة. فالإنسان الممتلئ واللي ملتهب بنفسه وبشغله ما أعتقد يعني يقعد إلى وقت فراغ إنه يقعد فلان هيك وفلان هيك وفلان هيك. فأنا اليوم يعني بالنسبة إلي كلام الناس لا يقدم ولا يأخر السلبي، أما الإيجابي لا، بالعكس الإيجابي كلش يعطيني دافع إن أنا أكمل وواصل الشيء اللي أنا بيه. وأهم شيء عندي إن أنا عندي أهلي. إذن أنت واجهتي ولا ما مواجهة ما وصلتي لهذه النجاحات؟ لا الحمد لله، اسمك اليوم لامع، وأكبر دليل على أنه كم هائل من المسجات وصلتني على يعني على اللي خلينا نقول على نجاحاتك اللي حققتيها، فهذا شيء يدعونا للفخر.